زمان غير دلوقتي. زمان كان كل حاجة بتتعمل في البيت، كان الناس بتنام بدري، كانت الناس بتلعب رياضة، كانت بتحافظ على أكلها وشربها والغذاء بتاعها. تمام. دلوقتي بقى فيه سهر، بقى فيه تدخين، بقى فيه عدم وقاية من الشمس، بقى فيه حاجات كتير جدا بنعملها غلط على البشرة. ودايما أي واحدة عندها مشكلة أقرب حد ليها صاحبتها، صح، تسأل صاحبتها أعمل إيه. وبعدين نقعد نفتي بقى. أيا كان، مش مثلا أنا بشرتي مختلطة، أنا بشرتي جافة، ده يناسب ده، وأنا بقى في الآخر خالص كده دوري بعد ما المصيبة تحصل ايوه. لحقيني يا دكتور. يعني انت شايفه ان العادات دلوقتي اللي هي ما بين زمان وبين دلوقتي هي دي اللي بتاثر على فقدان كتير النضاره، كتير، وتلاقيهم كلهم قاعدين على القهوه اللابتوب بيشربوا شيشه وبيشربوا سجاير والسهر واللابتوب والحاجات دي، كل دي حاجات بتاثر على النضاره، وبيبقى سنه صغير.